قبل ما تفكر تهاجر لازم تحضر هذا الفيديو. إذا حابب تعرف معلومات عن اللجوء والهجرة داخل السويد لازم تحضر هذا الفيديو، كرمال ما حدا يخدعك ويستغلك وينصب عليك لازم تحضر هذا الفيديو. بسبب صعوبة الأوضاع داخل أغلب بلادنا مثل الفساد والغلا والفقر والقهر، رشاوي، ظلم، ما في عدل، ما في أمن ولا أمان ولا استقرار، والواسطة أقوى من القانون، فكتير ناس بتفكر وحلمها إنه تهاجر. فعشان هيك حبيت أصور لكم هذا الفيديو من باب النصيحة ومن باب توضيح أكثر عن الهجرة داخل السويد. أول نصيحة، السويد مش فاتحين باب الهجرة، يعني أي حدا كان مؤسسة أو شخص بيوعدك أنه أنا بقدم لك هجرة وبطلعك على السويد وبخليك تحصل على أوراق، عرف أنه عم يخدعك وعم ينصب عليك. ثاني نصيحة، ما فيك تقدم لجوء أنت وخارج السويد، يعني ما فيك تروح على سفارة داخل بلدك وتقدم طلب لجوء. بالمقابل أي حدا وصل على السويد بحق له يقدم طلب لجوء، بس السؤال الأهم، مين يلي بيحصل على إقامة ومين يلي بيحصل على رفض؟ اللي بيحصل على إقامة إجمالاً يلي جاي من بلد، وهذا البلد السويد مصنفيته بلد فيه حرب. على سبيل المثال قبل كان أي حدا جاي من سوريا مباشرة ياخد إقامة، بينما هلا الأمر مختلف صار تماماً، صار اللي جاي من سوريا ياخد قبول أو رفض حسب المنطقة اللي جاي منها، لأنه نقسموا المناطق لمناطق آمنة ومناطق غير آمنة. وإذا ما كنت من بلد فيه حرب، في بعض الحالات فيك تقدم شيء اسمه لجوء إنساني. هذا اللجوء الإنساني بتقدمه إذا كان عندك أدلة وإثباتات قطعية أنه أنت ببلدك معرض للقتل، للتعذيب أو الاضطهاد أو أمور تانية. إذا كنت من بلد السويد مش مصنفيته بلد حرب، أو إذا كان ما بحق لك تقدم لجوء إنساني، اعتبر أنه هيجيك رفض. وطالما أجاك رفض، خاصة إذا كنت من دون عائلتك، فأكيد حتتشمشط، يعني حتصير من دون سكن وحتتوقف عليك المساعدات اللي بتاخدها من الدولة، وكتير من الصعوبات والتعتير. ويلي مفكر إنه ممكن يقفوا حدك أكان ابن بلدك أو ابن ملتك، يا إنه ما حيتطلع فيك، يا إنه حيسلخلك جلدك ويمصلك دمك للأسف. يعني على سبيل المثال حتضطر تروح تشتغل عندهم بالأسود، يعني الشغل غير قانوني، وحتاخد معاش كتير قليل مقابل وقت طويل كتير كتير من الشغل. بينما إذا كنت مع عائلتك ما بيطلعوك من السكن يلي عطوك إياه الدولة، وبدل يطلع لك المبالغ والمساعدات اللي بتاخدها من الدولة، ولكن بصير بيعطوك هي أقل، وطبعا هي أنجأ تكفي الأساسيات لأنه هي شيء كتير كتير زهيد. وفي أمر آخر، في شيء اسمه إقامة عمل. هذه إقامة العمل أبدا مش بالسهل واحد يحصل عليها، لأنه إلى عدة شروط، أهمهم هيدي المهنة لازم ما تكون متوفرة كتير بالسويد، والسويد بحاجة ضرورية ليد عاملة. وثانياً صاحب العمل يلي بده يقدم لك على إقامة عمل بتكلفه مبلغ كتير كتير كبير، من وقت ما يقدم لك الطلب لوقت ما يجي قبول. بخصوص لم الشمل، إذا كنت أنت ببلدك وتزوجت وحدة عايشة بالسويد بحق لها تقدم لك لم شمل، بينما إذا كنت أنت داخل السويد وتزوجت من أنت وبقلب السويد مضطر تغادر البلد وتقدم لم شمل أنت ومن خارج البلد. في شغلة ضرورية لازم تعرفوها، إنه هون كل مالهم عم بصعبوا موضوع الوراء. يعني مثال قبل، إذا كان معك إقامة مؤقتة لسنتين، مجرد أنه يخلصوا السنتين مباشرة بتاخد إقامة دائمة، بينما هلأ اختلفت الأمور، صار بس يخلصوا السنتين لتقدر تاخد إقامة دائمة لازم يكون عندك عقد عمل ثابت، وهذا العقد أبداً 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 مش سهل الواحد يحصله. حاولت وضح لكم الصورة قدر الإمكان عن موضوع الهجرة واللجوء داخل السويد، فنصيحة من القلب، انتبهوا حدا يخدعكم ينصب عليكم ويعدكم ويهمكم انه والله انا بطلعكم على السويد، انا بجيبكم اوراق، لانه هذا الامر منشر كثير حاليا هالايام.